ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع العميد. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. اسلم عليك تاني واسلم عليك تاني. تحت امرك تحت امرك. عشان خاطر الشوبه الخيمه بس. على راسنا الله يخليك. ونرحب بالميك اب ارتست بسنت حسين. ازيك يا استاذه بسنت؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله. بجد انت منورانا النهارده والله. ميرسي والله نور حضرتك. بجد. وانت يا ازيك يا استاذه اسراء؟ منورانا برضه والله كل حلقه دايما معانا. بنتفائل بيكي. ازيك يا بسنت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا اسراء عامله ايه؟ منوره. الميك اب تحفه بجد. ميرسي والله زي حضرتك. قولي لي بقى يا بسنت الميك اب ده ينفع جامعه؟ اه ممكن على حاجه خفيف كده بس هو هيبقى اوفر شويه في الجامعه عشان الرموش وكده فالجامعه عايزه حاجه سيمبل شويه. ده ينفع مثلا عيد ميلاد راحه فرح بسيط في بيت كده يعني بس اتمتع احط لها حاجات بسيطه عشان ملامحها صغيره. يعني انت اصلا بتفضلي ان البنت اصلا ما تروحش الجامعه بالرموش؟ اه بفضل حاجات بسيطه تنت مثلا حاجات بسيطه كده. الرموش في الجامعه لا ما احبش خالص. بس لو ده يمشي كاجوال يعني ده كاجوال عادي اللي هي تروح بيه جامعه فانت خلصتيه بسرعه تمام. هل لو سواريه ايه بقى الزياده بيتحط عندك؟ لا احط جليتر بقى وهزود حاجات. لا احط جليتر وازود الهايلايتر وممكن ارسم ايلاينر كمان ابرز العين اكتر لو سواريه. ولو فرح؟ لا لو فرح بقى هظبط لها الدنيا. لو هي عروسه كل حاجه بقى. احط لها كل حاجه كل حاجه بالظبط. الله يكون في عونك. سانتا هي بشره اسراء دهنيه ولا لا؟ بشرتها مختلطه. لا مش دهنيه. هل البشره دي بتبقى صعبه؟ اصعب بشره ممكن تتعاملي معاها؟ لا الدهنيه بتبقى صعبه. مش بتتظبط معايا. الكونسيلر مثلا بيوقع على الفاونديشن الحاجات دي مش بتتظبط معايا خالص. بنعاني منها في الصيف برضو. بس انت شكلك صغيره. انت بداتي ازاي؟ انا بدات لوحدي يعني بدات من وانا سني صغير ولوحدي كده ودي هوايتي كانت هوايتي وحبيتها يعني حبيتها ومارستها مارست معاها كمان والكلام ده بس. طيب انت من ساعه ما بداتي الميك اب او دخلت مجال الميك اب هل انت خدت كورسات ولا ما خدتيش؟ لا ما اخدتش. خدت على النت. فضلت على النت. هي اصلا هوايه ودي حاجه في انا بحبها وفي حاجات كمان انا احبها وبخترع فيها. بس زي ايه؟ زي مثلا رسومات العين. رسومات العين بعرف يعني اظبط فيها. لكن شوية ما بتعمليش ميك اب فانتازي؟ لا. بس انت اصلا بتطلعي عرايس؟ بطلع خطوبة. لا مش زفاف. بطلع خطوبه قرايه فاتحه بطلع عيد ميلاد سيشن عادي بطلع كل. يبقى ليكي بقى وجهه نظر انت في اللي قدامك اللي انت تعملي ميك اب معين ولا هي اللي بتحدد؟ لا هو على حسب. ببقى احنا اتنين متفقين مع بعض. تمام. انت حابه ايه؟ انا ممكن ده يبقى احلى. فبقعد اتكلم معاها كده بريحها في الكلام الاول فبتقتنع. طب لو جات لك عروسه قالت لك لا انا عايزه اعمل كده؟ اوكي بس النتيجه هتبقى بتاعتها. بس ما فيش قبل كده عريس جه ياخد خطيبته او ايا كان بقى مراته جه قال لك اللي انت عملتيه في وشها ده؟ ايه لا ما تضيفليش كده. لا اللي هو انت حاجه حلوه اللي هي حولتها يعني من الوحشه الحلوه. لا هي بيقول لي حلوه بيقول لي حلوه حلوه ما كناش نتوقع اكيد. صح كده. مش هترضى تبدا حد يعني. بس بصراحه الله يكون في عون الرجاله يعني. ايه ده ايه ده على فكره بيغلط فينا. لا والله بجد يعني لما انا ما احطش اشوف خطيبتي او اللي هتكون مراتي مثلا طول ما انا عارفها بالميك اب وبعد كده اشوفها بالميك اب. ما انا ما بشوفهاش حتى لما بروح لها البيت مثلا بشوفها برده بالميك اب. هتشوفها حلوه. ماشي بشوفها حلوه بس بعد ما تشيل الميك اب هتبقى احلى. مين يشهد العروسه؟ هتبقى احلى كمان. هتبقى احلى وبعدين بنشوف بالميك اب ومن غير الميك اب. انت عامل تيست الاول بالظبط. طيب معانا مداخله تليفونيه. ايوه يا دكتور. دكتور معانا؟ ايوه. دكتور منار؟ ايوه مع حضرتك. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ بتتفرجي علينا دلوقتي؟ تمام. حضرتك سامعني كويس؟ سامعك كويس. طيب اتفضلي حابه تقولي لنا ايه بقى النهارده؟ الو؟ الو السلام عليكم. ايوه بقول لحضرتك حابه تقولي لنا ايه بقى النهارده وتقولي للشيف العميد ايه؟ نعم؟ تحبي تقولي النهارده لبسنت ايه وللشيف؟ احنا دلوقتي على الهوا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا دكتور منان مامه رحمه مامه رحمه بسنت. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ هي بسنت عندها هوايه الميك اب من زمان ودي هي دخلتها حاجه بقى وان شاء الله هتبقى اكبر ميك اب ارتست. اكبر ميك اب ارتست مش في مصر بس. لا ده في الوطن العربي كله. لان هي هواياها اصلا هوايه وثقلتها بالدراسه برضه.
تحبي تقولي ايه لماما يا وسام؟ مامتي ليها نسبه كبيره في نجاحي او تطوري ده، وانا بشكرها بصراحه، واقفه دايما جنبي وكفايه وجودها معايا، انا بحبها جدا. ودي بوسه على تستاهلي كل خير يا حبيبتي عشان انت متفوقه ومجتهده. انت يا مون نفسك بسنت. وعلى فكره بسنت شاطره في كل حاجه. انا لسه كنت جاي اسالك. في المطبخ استاذه وفي كل حاجه استاذه بصراحه. انت عايزاها تبقى ايه بقى؟ يعني ايه اللي انت دايما بتحبي تنصحيها بيه وتقولي لها يا بسنت؟ اشوفها زي ما هي عايزه. يعني انت ما فيش حاجات معينه بتعلقي عليها وتقولي لا يا بسنت ده غلط المفروض تعملي كده؟ لا لا انا حابه كل حاجه فيها هي. ما شاء الله عليها، عارفه. انت متدلعه خالص يا بسنت. الحمد لله مامتي دي رزق من عند ربنا. ربنا يخليها لك يا رب. يا رب. احنا على فكره رحمه برضو بتحب قوي الديزاين فاشن. رحمه فاشن ديزاينر اختي. فاشن ديزاين اصغر. وحضرتك بقى ايه؟ طيب حضرتك دكتوره؟ انا دكتور جامعه عين شمس. دكتوره جامعه عين شمس هي اللي بتنجحك بقى يا بسنت؟ لا قولي الصراحة. احنا بنشكرك جدا يا دكتورة، وعايزين نشوف دايما بسنت شاطرة ومتفوقة على طول، وان شاء الله يبقى 2021 هي سنة خير ورزق لنا كلنا يا رب. اللهم امين على كل الأمة الإسلامية يا رب. شكرا شكرا لك يا دكتور. ميرسي يا ماما. سن مكالمة مامتك دي بالنسبة لك حاجة حلوة جدا. طبعا كانت هتعيط. والله فعلا افتكرت مامتي على فكرة. ربنا مامتي بحبها ماليش غيرها والله. ربنا يخليها لك يا رب. قولي بقى انت بدأتي ازاي بقى؟ هو بصراحة كانت ملامحها ساعدتني ان هي كانت بسيطة وكانت واضحة. فأنا بدأت أعمل لها لوك بسيط يليق على ملامحها وتمشي معاها في كل حاجة. فبدأت بقى ايه أبدأ معاها في الأول، حطينا المرطب، بعد كده حطيت برايمر، بعد كده بدأت أفرد الفونديشن والكنسيلر، بقى حاولت أبين الحاجات اللي بتظهر في الوش. بس بدأت بقى أرسم الكونتور وأحط البلاشر وأبدأ بقى في الآي شادو في العين. بس حطيت لها كحل أبيض لأن هي عينيها صغيرة، فعايزة أبينها أظهرها شوي. بس عايز أقول لك اللي أنت عملتيه ده بجد إبداع. بجد ميرسي جدا. حولتيها. ميرسي. من حلوة لأحلى. يا قمر. إيه يا شيف؟ إيه الأخبار؟ إحنا خلصنا الحمد لله دلوقتي. خلصنا إيه بقى؟ قول لي بقى للناس إحنا خلصنا إيه؟ عملنا الفراخ المخلية المحشية. وعملنا التشيكن ميلانيز اللي هي المحمره ورز ابيض طبعا جرنيه هنا، ورز الكبد والرومانس هنا جرنيه هنا. عملنا طبق سلطه خضر خفيف كده، وعملنا سلطه الكولسلو، وعملت سلطه التوميه. طب قول للناس بقى سلطه التوميه دي بتتعمل ازاي عشان انت اشطر الناس اللي بتعملها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انا لازم اقوم اعمل تيست، انا مش قادره. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضلي. انا هعمل الفرنش فرايز. اديها التوميه هناك اهي مع الفرنش فرايز هنا. التوميه بطاطسايه بيضايه، خمس فصوص توم، كوبايه زيت، معلقه صغيره ملح، بطاطسايه تمام، بيضايه خمس معلقات توم، خمس فصوص توم، فصوص توم فريش، معلقه شاي ملح، التوميه تحفه، معلقه خل كبيره تحفه، بتحط في الخلاط ويتضرب الخليط كله، وننزل بكوبايه الزيت ستيب باي ستيب، واحده واحده يعني. بسيط الزيت لا كوبايه زيت على المقادير كلها دي، وننزل عليها واحده واحده، بتطلع بالكثافه اللي احنا عاملينها دي، وتست رهيب وتست عالي جدا. في اكتر من طريقه ثانيه، بس دي افضل طريقه للتوميه. الكولسلو بقى عشان في ناس كتير جدا. الكولسلو طبعا الكولسلو المايونيز، بيضتين، كوبايه زيت، نص معلقه ملح، ومعلقه خل كبيره اللي هي بتاعت الاكل دي. الكولسلو برضو نحطها في الخلاط يتضرب، وكوبايه الزيت تنزل واحده واحده برضو ويطلع المايونيز فريش. كل التست بتاع المايونيز هيعجبك قوي. انا فعلا تحفه تحفه يا جماعه بجد. تسلم ايدك. الكوليسترول طبعا بيحتاج عسل او سكر، بحط معلقه سكر كبيره لزرايا، خمس ورقات كرنب ناعمه، كرنب افضل من الكابوتشا او اي حاجه ثانيه لان عمره طويل فيها. وتست زي ما حضرتك بقى تشوف وتقول لنا عليه ان شاء الله. لا هو بغير مندوق والله، هو اكيد. الله يخليك تحت امر حضرتك. جميل جدا. معانا الاستاذ طارق. تسلم ايدك. معانا الاستاذ طارق. اهلا وسهلا. طالب ان هو يكلم حضرتك. اهلا وسهلا. استاذ طارق معانا؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. منور برنامج الجريء والجميل يا استاذ طارق. الصوت بس شويه. بقول لحضرتك منور برنامج الجريء والجميله بجد. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. معاك اهو العميد. يا هلا. ازيك يا استاذ طارق؟
والله انت منور الشاشه كلها يا حاج تاني. الله يبارك في حضرتك. وحشنا الاكلات المفضله بتاعتك الاكل الشعبي اللي هو الاصيل اللي انت يعني استاذ فيه صراحه. الله يبارك فيك يا ستار. الله يحفظك يا باشا. لا والله يا حاج انت منور الدنيا والله يا حاج ومنور الشاشه. والفراخ المخليه دي انا مش عايز اقول لك يعني لو في 10 انت عاملهم هيتاكلوا مره واحده. بالهنا والشفه بالهنا والشفه ان شاء الله. استاذ ستار الناس دي لازم تجرب حضرتك في المأكولات بتاعتك لان الناس دي هتزعل قوي لو ما كلتش. انا اول واحده هزعل. استاذ طارق ايه احسن اكله بتحب تاكلها من العميد؟ لان ده يعتبر نمره واحد او نمبر 1 في شبرا كلها. طب يا استاذ طارق يا استاذ طارق والله بدون مجامله وبدون اي حاجه وانا اساسا من الزباين اللي عنده على طول انا والمدام والاولاد. طب ثماني ثماني يا استاذ طارق. اه يا فندم. ايه احسن اكله بتحب تاكلها من ايد العميد؟ والله الفراخ المحشيه ديت نمره واحد. نمره 2 لو دخلنا في المأكولات الشعبيه بقى يا ريت يعمل لنا شويه بصاره هتعجبك قوي. الاورينتال الشعبيه جميله جدا. بصاره والعدس والكشك شرقي غربي يعني في كل حاجه استاذ. الله يبارك فيك يا استاذ. الله يخليك. هتقول له حاجه؟ عايز تقول له حاجه؟ يعني يمكن شبرا كلها قاعده قدام الشاشه عشان خاطر العميل. الله يبارك فيك يا فندم. الله يبارك فيك. سلمني يعني على الاولاد يعني اللي معاه ورقه وقلم يا ريت يعني يسرع شويه ويكتب الحاجات اللي بيعملها دي لان هو بصراحه استاذ استاذ استاذ. شكرا ليك يا استاذ طارق. الله يبارك فيك. وكمل بقى بقيه الحلقه عشان تعرف الشيف يعمل لنا ايه تاني. الله يبارك فيك. ماشي يا استاذ طارق. مع السلامه يا باشا. ايه يا استاذ طارق ده؟ اتفضل. الفانز بتوعك كتير جدا. الله يبارك. لا حبايبي من زمان عارف كل اكلاتك يعني. وجاب البصاره من دي من ضمن الاكلات اللي بيفضلوها العدس والبصاره والكشك كمان الحاجات القديمه دي والمسقعه. يقول لنا ما فيش مره مسقعه يا استاذ حاج سامي. اقول له عينيا حاضر. المسقعه برضه من المسقعات اللي على مزاجي. لا انا لازم اجي المطعم فعلا لازم غير اللي انا هاكل الاكل ده كله زي ما هو بيقول فعلا. بامر الله بامر الله. رجع لك تاني يا بسنت. ايه يا بسنت بتعرف تطبخي؟ اه طبعا. ماما بتقول انك ايه؟ اه دي حقيقه من زمان برضو وانا بحب اطبخ جدا. انت عارف تطبخ ايه بقى؟ قولي كده للشيف ايه الحاجات اللي انت بتعرفي تعمليها؟ يعني بحب وبعرف اعمل كل حاجه يعني جربت كل اكلات البيت. و زي ايه؟ نبدا بالمحشي. نبدا بالمحشي. ماشي اوكي. بحب المحشي جدا وبعمله حلو قوي. اسهل حاجه يعني. هو مش اسهل حاجه. هو جميل. طبعا. بتحبوا محشي ايه بقى؟ محشي كرنب اول حاجه. بحب الكوسه برضو. تاني حاجه طبعا لازم كده جدا عشان القلب. ايوه دي حقيقه. والفلفل الشطه المحشي الفلفل الشطه. ايوه برضو من الحاجات الجميله ده برضو يبقى حلو برضو. لا طبعا الفلفل الشطه ازاي الفلفل الرومي. لا الفلفل الشطه والجزر لا رهيب. بتحشي برضو ما بيبقاش سبايسي. بتتحشي ما بتبقاش سبايسي. والجزر برضو محشي جزر. لا دي ان شاء الله بعد كده المرات الجايه بنعمل الحاجات دي كلها مره واحده ان شاء الله. ان شاء الله. بسن حضرتك قبل ما نروح لك ونختم معاكي معانا الاستاذ حليم. ازيك يا استاذ حليم؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. منور برنامج الجري والجميله والله. ربنا يخليك والله. البرنامج بتاعكم من اجمل البرامج. الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك يا رب. الشيف معانا والعميد معانا. تمام. اهلا بك يا ابو اسلام. حليم يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا احلى عميد. الله يخليك يا ابو اسلام. الله يخليك يا ام حليم. ازي صح منور الشاشة كلها. ربنا يحفظك يا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا عم سامي. ايه ايه الاكلات اللي انت بتحب دايما تاكلها من ايد العميد؟ والله كل اكلات العميد يعني مش عايز اقول لحضرتك من الديك الرومي لحد الحواوشي لحد يعني عنده بصراحة كل حاجة كويسة جدا الحمد لله. الله يبارك فيك يا ابو اسلام. طب انت نفسك احسن نفسك الحلقة الجاية يعمل لك ايه؟ والله يعني نفسي تعمل لي ديك رومي. ايوه طبعا لازم. لان العميد مشهور جدا 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 عندنا بالديك الرومي. الحمد لله الحمد لله. بالذات طبعا في الافراح يعني في طبعا العميد بيعمل في المناسبات ولايم. عيد رهيب. متميز جدا جدا بسم الله ما شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا استاذ حليم. وتابعنا بقى كل اسبوع الشيف معانا دايم ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا جدا يا استاذ حليم. شكرا. ماشي ماشي. معانا ليكي شوية صور يا بسنت عايزين نشوفها. حلوة عشان الناس تشوفها. ماشي اوكي يلا. قولي كده الو الأول. أقول الو؟ الو؟ بنقول مش بحب أقول الو بحب أقول أيوه. طب قولي أيوه. أيوه. الو. أيوه. ازيك؟ حياتي. أختي الكبيرة حياتي.
ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا. عامله ايه؟ شايفه بسنت منوره ازاي؟ لا ما شاء الله عليك. تحبي تقولي لها ايه بقى؟ اقول لها ربنا يوفقك وربنا يا رب يحميكي ودايما كده تبقي ناجحه وشاطره. انتوا ليكوا سبب كبير والله في اللي انا فيه، انا بحبكم كلكم. انت باذن الله تنورينا بقى في حلقه معانا ان شاء الله، انت وبسنت تبقوا انتوا الاثنين مع بعض في حلقه واحده. اوكي. شكرا ليكي. ونرجع بقى للصور يا جماعه، عايزين نشوف الصور يا جماعه بتاعت بسنت. يلا بينا. عايزين نشوف الصور دلوقتي اهي. ده قبل وبعد. ايوه دي كان خطوبه حبيبتي. دي خطوبتها. ودي لا دي عادي، دي كانت رايحه فرح صاحبتها. بس كانت صاحبتها دي انا. ده انتي؟ كان لوك عادي كنت ممكن اروح بيه الجامعه، مش حاطه رموش ولا اي حاجه، كنت حاطه اي لاينر بس. سيمبل خالص. لا تحفه. معانا فيديو اللي بسنت عايزين نشوفه عشان هو شخصيا عجبني. ده اللي بسنت شخصيا؟ اللي بسنت. اوكي. اهو. لا ما تشغلونا، ما ينفعش تجيبوا الاغنيه؟ لا بلاش الميوزك. بلاش الميوزك. اهي. ايه يا استاذ الجمال ده؟ وانت تروحوا نمشي ونصها ما نمشي؟ حاجه روشه كده من سننا. انت بجد نورتينا النهارده. ميرسي لحضرتك والله، انشرف. وكان وجودك معانا شرف لينا احنا بجد. ميرسي لحضرتك. ويا رب سنه 2021 تبقى كلها رزق وخير وسعاده عليكي. ان شاء الله. عايزينك دايما كده متقدمه وفي نجاح وفي تفوق. لا مش اخر مره. ان شاء الله. دايما من نجاح لنجاح يا بسنت بجد. واهلك حاجه جميله جدا، ربنا يخليهم لك يا رب. وبالتوفيق ان شاء الله. يا شيف ممكن ادوم اقوم بقى ادوق حاجه؟ اتفضل يا فندم. دوق كل شيء بقى. خيانه. معلش. كل الحياه دي كل حاجه. هتلاقي بقى ايه، شوكه وسكينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه الناس في الكنترول هتموت وتاكل. ايه يا ايمي؟ متضايقه ليه يا ايمي؟ حاسه انا عايزه اقوم ادوق. لا يا ايمي معلش. ماشي. انا ما دوقتش الحاجات دي، انتوا تحطوا عليها مايونيز على فكره. جهاد انا عايزه اسالك سؤال بقى. هو بابا اللي بيعمل اكل على طول في البيت؟ بصراحه بيعمل لكم الاكل طبعا. السؤال ده انا بتساله ماي بي من وانا في كيجي. يعني بابا شيف، ايه ده هو اللي بيعمل الاكل في البيت؟ بس لا هو وقته كله مشغول. ممكن لو في اجازه او حاجه. بقى يعني ده ملوش علاقه؟ يعني مش عشان هو الشيف هو اللي بيعمل؟ لا انت مش حاجه في البيت يا شيف؟ في العيد الكبير بس، لان باخد اجازه خمس ايام ولا حاجه. وفي رمضان اول ثلاث ايام برضو لازم احط ايدي بقى. لازم ناكل حاجه جديده. حاجه جديده يعني. طيب يا شيف انا عايزك تبص للكاميرا وتقول للناس اهلك وحبايبك اللي من شبرا اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي، تقول لهم ايه؟ حبايبي انا النهارده مش عارف اكون تقيل عليكم ولا خفيف، وطبعا هم عارفيني الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله هرجع عليكم دلوقتي عشان ايه، اكيد في ناس كتير مستنيين عشان تاكل. طيب اخر حاجه قول لنا بس ملخص اللي انت عملته النهارده. الملخص دي حاجات كلها نواشف، حاجات كلها سهله جدا. هي بس صعوبه في الفرخه المخليه بس. اما دي صدور الفراخ زي البانيه. بس بدل ما اعملها بعمل البانيه، بعملها هي نفس البانيه بس بدون بقسماط. ودي اخف واسهل. التتبيله بتاعتها بصلايه ملح وفلفل زي ما قلنا لحضرتك، المقادير تنزل على الشاشه. وبالدقيق والبيض وتحط في الزيت تتحمر وبتطلع. عايزين يا جماعه نختم بالمقادير، يعني اخر حاجه خالص نزلها لي المقادير. وده ده هي دي اللي احنا عملناها دي قبل ما يتعمل. دي ده عملناها كده عشان نوريها للمشاهد. يعني ده قبل ما يتعمل. ده بعد ما يتعمل. وده نفس الحوار اللي هي الفرخه المخليه دي اللي احنا خليناها. ودي الزبده بحطها على الزيت على الرز الابيض وعلى الرز. ودي التوميه. ده المايونيز. ده المايونيز ودي التوميه. دي التوميه. دوق بقى التوميه. دي البطاطس. تحفه. صح كده؟ بريتس. صح. طبعا. معروفه دي التوميه. بنشكركم جدا وبنشكر الشيف العميد كان منورنا النهارده. وبنشكرك يا استاذه بسنت. كنت بس عايزه اقول حاجه. اتفضلي قولي. انا هفتح مكان تجميل كده وهبدا فيه، هبني فيه شغلي وهبدا فيه. هو هيبقى في الهرم. اسمه الهميس. هميس؟ اسمه الهميس. هيبقى فيه تجميل وكل حاجه عن ميك اب او كوزماتكس عامه. احنا هنجي لك في الافتتاح. ماشي. وانا ماكل الافتتاح هنا ان شاء الله عندنا. شرفوني طبعا. شكرا لك يا بسنت. ميرسي لحضرتك. تسلم ايدك. شكرا جدا بجد بجد نورتنا. ومعانا بقى كل اسبوع ان شاء الله بالاكل الجميل ده. اسراء تسلم ايدك بجد يا بسنت. شكرا لك يا ايمي. شكرا.
شكرا لك يا محمد. بشكر كلاني مخرج البرنامج، وبشكر احمد اعداد البرنامج، وبشكر اسراء، وبشكرك تاني يا بسنت. استنوني كل ثلاث الساعه 7 وبرنامج الجريء والجميل.